المعتاد السالم ابراهيم سيد علي. انت مواجه اليك تهم تشريع في قتل محمد صفوت عبد اللطيف المقاول. وبعدما تأملنا هذه المأساة التي عاشت فيها أسرة المجني عليه، هنا طلبنا بل صممنا على توقيع أقصى العقوبة على المتهمين كنتيجة مترتبة على فعلهم الإجرامي الذي يعتبر انتكاسة للإنسانية، وليكون عبرة لمن تسول له نفسه بالقيام بهذا الفعل الإجرامي. سيد الرئيس، حضرات السادة المشاهدين الأجلاء، إني أطالب أصليا واحتياطيا ببراءة المتهمين تأسيسا على الدفوع الآتي: أولا، وهو الاستدلال بنص المادة 32 من قانون العقوبات. ثانيا، عدم وجود شاهد في مسرح الواقعة وتضارب أقوال المجني عليه ووالدته. ثالثا، ضعف أدلة الإثبات. الحمد لله تعبنا يعني تعبنا ما روحش هدر، تعبنا يعني الكل مجتهد النصيب. الحمد لله النهارده احنا يوم كويس، حضرتك نورتونا وشفتوا اللي حصل، عرفنا ازاي نوصل للطلبه ان اللي بيتعب بيلاقي. الحمد لله وصلنا اداره الكليه عشان تعرف تدعمنا كويس، عشان تعرف احنا ما كناش لاقيين حد جنبنا خالص، احنا اللي ضربنا نفسنا بنفسنا. احنا الناس المحامين دول اللي كانوا بيترفعوا هم اللي ضربوا نفسهم، ما فيش حد يقدر يضربهم. احنا كقضاء على منصه القضاء كل الكلام ده انا جبته، كنت بروح المحكمه عشان اسمع هم بيقولوا ايه واجي اعمله. ما كانش في حد بيجي يضربنا خالص الفتره اللي فاتت. احنا تعمدنا ان احنا نعمل حاجه زي كده عشان نلاقي العميد معانا النهارده ونلاقي بعض اعضاء هيئه التدريس. جبنا بعض الناس اللي فادتنا زي اللي هو الدكتور مصطفى عبد الرحيم، دكاتره من كليه اداب علم النفس عشان علم النفس وازاي الواحد ما يخافش يبقى واقف مش خايف، جبناهم عشان دول حضروا معانا قبل كده. فاحنا الحمد لله وصلنا نفسنا في طلبات كتير جدا، طلبات كتير جدا داخل القاعه وانتوا نورتونا وشفتوا ده. مفيش التهويه مش كويسه، عايزين شاشه، عايزين مايكات. انا كنت بتكلم وبعلي صوتي عشان اوصل، ليه ما يكونش في مايك عشان الناس تسمع. فاحنا الحمد لله والعميد النهارده قال لنا اللي انتوا عايزينه نجيبه لكم بعد الاداء المتميز ده. احنا بنجيب قضيه حقيقيه اتفصل فيها البنت من زمان، طبعا بنجيب قضيه براءه عشان منع للتشهير، ونغير اسماء الناس ونغير التواريخ، منع للتشهير الناس، والقضيه بتبقى حقيقيه 100%. اتفصل فيها من سنتين او 3 سنوات، بس احنا بنشتغل عليها من جديد خالص، بنشغل مرافعات بنفسنا، بنكتب مرافعاتنا، المحامي بيكتب مرافعاته والنيابه بتكتب مرافعاتها، والقضاء بيشوف الحكم بتاعه وبنحكم في القضيه من جديد باسماء مختلفه بكل حاجه مختلفه علشان منع للتشهير الناس. بس ان الحكم ولا لله، بعد الاطلاع على اوراق القضيه واسماع الشهود واسماع مرافعات الدفاع، ولما استكانت ضمائرنا حكمت المحكمه حضوريا على كل من محمد فتحي محمد جاد ناصر فتحي محمد جاد بالبراءه.